في خلال شهر ونص بإذن الله هنكون عارفين مين بطل الدوري المصري. 10 مباريات متبقية لنادي الزمالك المتصدر القمة حاليا و12 مباراة متبقية للنادي الأهلي. لسه ما عملتش سبسكرايب في الشانل، يا ريت تعمل، ويا ريت تفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو. بعد بكرة بإذن الله يوم السبت الأهلي في مواجهة بيراميدز، في مواجهة نارية ومواجهة مهمة جدا للفريقين. النادي الأهلي بيحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة من 22 مباراة، بينما بيحتل نادي بيراميدز المركز الثاني برصيد 50 نقطة من 24 مباراة. آخر مباريات النادي الأهلي كانت مباراة كبيرة أمام نادي فيوتشر، وقدر النادي الأهلي إن هو يفوز برباعية نظيفة سجلها محمد مجدي قفشة هدفين وعلي معلول من ضربة جزاء وأحمد عبد القادر، بينما كانت آخر مواجهات نادي بيراميدز في الدوري تعادل إيجابي أمام نادي طلائع الجيش بنتيجة 2-2 بعد التأخر 2-0 في الثواني الأخيرة. قدر حسين السيد إن هو يسجل هدف التعادل لنادي بيراميدز. النادي الأهلي تأكد إنه هيغيب عنه في هذه المباراة الثنائي المصاب خلال أحداث المباراة الأخيرة، مباراة نادي فيوتشر، محمد هاني وطاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر عنده مزق في العضلة الخلفية وهيغيب لحوالي شهر، ضربة قاسمة للنادي الأهلي، لاعب مهم هيغيب في فترة مهمة، يعني تقريبا كده ممكن ما يستفادش منه النادي الأهلي حتى نهاية الدوري. محمد هاني بيعاني من شد في العضلة الأمامية وهيتواصل غيابه لمدة 10 أيام. الفريق بيغيب عنه برضو الثنائي لويس ميكسوني وبيرسي تاو للإصابة، أيضا بيغيب الجناح حسين الشحات اللي هيعمل عملية قريبا بإذن الله في غضروف الركبة. غياب حسين الشحات هيتواصل لمدة شهر لشهر ونص. حسين الشحات لعب مع النادي الأهلي في هذا الموسم 34 مباراة، سجل 7 أهداف واستطاع ان هو يصنع 6 أهداف. طيب في ظل هذه الغيابات ازاي هتكون تشكيلة النادي الاهلي امام نادي بيراميدز المتأهب للمباراة؟ طبعا احنا عارفين الاهلي وبيراميدز لعبوا مباراة قريبا في بطولة كأس مصر الجديدة وانتهت بفوز النادي الاهلي 1-0 وصعد النادي الاهلي للدور المقبل واقصى نادي بيراميدز، وبالتالي نادي بيراميدز ومديره الفني تكيس جونياس هيكونوا مستعدين لهذه المباراة ومشحونين بزيادة، خصوصا ان بيراميدز لسه موجود في سباق الدوري المصري. تشكيل الاهلي في رأي الشخص هيكون محمد الشناوي في حراسة المرمى، خط الدفاع الثنائي محمد عبد المنعم وايمن اشرف، في اليمين كريم فؤاد وفي الشمال علي معلول، خط الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي، محمد مجدي قفشة، صلاح محسن، احمد عبد القادر، وفي الهجوم حسام حسن اللي بيفضل الفترة دي المدير الفني للنادي الاهلي ريكاردو سواريز ان هو يديله الفرصة على حساب المهاجم محمد شريف. نادي الزمالك متصدر جدول الدوري المصري هذا الموسم حتى الآن، في المركز الأول برصيد 54 نقطة، بيستعد هو الآخر أيضا لمواجهة غزل المحلة في الأسبوع المقبل من الدوري المصري يوم السبت القادم. الزمالك قدر في آخر مباراة إن هو يتخطى المقاولين العرب بصعوبة بهدف مقابل لا شيء سجله المدافع الشاب حسام عبد المجيد. جوزفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك عقد جلسة مع الظهير الأيسر أحمد فتوح، أشاد فيها بمستواه لما شارك في المباراة في أحداث الشوط الثاني، ومنحوا بعض التعليمات الخاصة. أيضا شارك محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لنادي الزمالك في تدريبات تأهيلية بعد عودته من الإصابة. اللاعبين الجدلاء والصاعدين شاركوا في مران نادي الزمالك وعملوا تقسيمة، وخصص فييرا جزء من التدريب على كيفية إنهاء الهجمات بشكل جيد والتسديد على المرمى. نادي الزمالك توصل لاتفاق مع الجناح المغربي أشرف بن شرقي المنتهي تعاقده مع نادي الزمالك هذا الموسم بالبقاء مع الفريق حتى مباراة سموحة في الدوري المصري يوم 24/7 هذا الشهر بإذن الله. نادي الزمالك كان توصل لاتفاق مع أشرف بن شرقي من قبل بالبقاء مع الفريق حتى مباراة الأهلي في نهائي كأس مصر يوم 21/7، لكن في ظل منافسة نادي الزمالك الشرسة على بطولة الدوري المصري توصل الطرفان لاتفاق إنه يبقى حتى لقاء سموحة في الأسبوع 25 من الدوري المصري. طبعا أشرف بن شرقي هيرحل عن نادي الزمالك وهيكون لسه لدى نادي الزمالك 8 مباريات في بطولة الدوري، خسارة كبيرة جدا لنادي الزمالك في وقت حساس. أعتقد إن فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك هيجد صعوبة في تعويض أشرف بن شرقي، وهيضطر انه يلجا كالعاده لقطاع ناشئين النادي الزمالك اللي انقذه كثيرا في الفتره الاخيره. محمد ابو جبل حارس مرمى نادي الزمالك المستبعد من المباريات او الموقوف تلقى عرض
من نادي وفاق سطيف الجزائري للانتقال اليه بدايه من الموسم القادم. طبعا احنا عارفين وفاق سطيف الجزائري هيتولى تدريبه الكابتن حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر وللنادي الاهلي. محمد ابو جبل بيحاول بكافه الوسائل انه يوصل لاتفاق مع اداره نادي الزمالك بانهاء عقده قبل يوم 30/8 علشان يقدر يتنقل للنادي اللي هيلعب ليه في الفتره المقبله، لكن مسؤولي نادي الزمالك بيرفضوا ده بشده. محمد ابو جبل كان وقع لنادي النصر السعودي بالفعل واخد مقدم للتعاقد، لكن حصلت مشكله ان نادي النصر السعودي بيرغب في اعارته لاحد الانديه بعد تعاقد نادي النصر السعودي مع الحارس الكولومبي الكبير اوسبينا. ابو جبل بيحاول ان هو يتنازل عن بعض من مستحقاته لصالح نادي الزمالك وينهي التعاقد بالتراضي، لكن زي ما قلت لحضراتكم مسؤولي نادي الزمالك بيرفضوا حتى الان. افراح في الاسماعيليه بعد الفوز على سموحه بالامس 1-0 بهدف نظيف للنجم عبد الرحمن مجدي وارتفاع رصيد النادي الاسماعيلي من 20 نقطه ل 23 نقطه بيصعد بيها اول مره هذا الموسم للمركز ال 14 في جدول ترتيب الدوري المصري. الفريق بيستعد باذن الله يوم السبت المقبل لمواجهه فيوتشر على ملعب الاهلي والسلام. الجهاز الطبي للنادي الاسماعيلي اكد جاهزيه باهر المحمدي للقاء فيوتشر باذن الله، واكد ان خروجه في الدقائق الاخيره من مباراه سموحه كان بسبب شعوره للاجهاد، والجهاز الطبي والجهاز الفني فضلوا اراحته خوفا من اي شيء ممكن يحصل خلال احداث المباراه. الجهاز الطبي اكد ان قائمه المصابين بالنادي الاسماعيلي خاليه تماما باستثناء الثنائي اللي عمل الرباط الصليبي المدافع محمد عمار والمهاجم ابو بكر حمزه الجمل اللي هيغيبوا حتى نهايه هذا الموسم. مباراة نادي فيوتشر هيغيب عنها الحارس الاساسي محمد فوزي بسبب تراكم الانذارات، محمد فوزي حصل على الانذار الثالث في مباراة نادي سموحة الماضية، وكان واضح انه متعصب جدا لما حصل على الانذار الثالث عشان عارف انه هيغيب عن المباراة. الاقرب ان اللي هيلعب في هذه المباراة باذن الله الحارس عمر رضوان. الفريق هيعود اليه في مباراة فيوتشر باذن الله الثنائي محمد الشامي واحمد مصطفى بعد انتهاء ايقافهم بسبب الحصول على 3 انذارات. مهاجم النادي الاسماعيلي الاسبق التونسي فخر الدين بن يوسف بيتقدم بشكوى رسمية للفيفا. النادي الاسماعيلي النهاردة وصلوا اخطار من الفيفا بيتساءل عن باقي مستحقات فخر الدين بن يوسف اللي قال ان هو لسه لم يحصل عليها. يعني اتمنى حل هذا الموضوع مباشرة عشان لو في اي خطورة نادي الاسماعيلي لا قدر الله انه ممكن يتم ايقاف القيد عنه الموسم المقبل، مش عايزين نوصل لهذه المرحلة لا قدر الله. نادي الاسماعيلي محتاج لتعاقدات كتير الموسم المقبل، وقف القيد مش هيكون جيد لمستقبل الفريق في هذه المرحلة. اتمنى باذن الله ان المشكلة دي تتحل سريعا باذن الله. حسب صحيفة ريكورد البرتغالية كريستيانو رونالدو بيرفض عرض سعودي تاريخي بيصل قيمته ل 300 مليون يورو. كريستيانو رونالدو ارتبط اسمه بالانتقال من نادي مانشستر يونايتد اللي مش هيشارك في دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل لاحد اندية تشيلسي او باريس سان جيرمان او حتى مانشستر سيتي. العرض السعودي كان بيتكفل انه يدفع 30 مليون يورو لصالح نادي مانشستر يونايتد، 250 مليون يورو راتب للاعب خلال موسمين بواقع 125 مليون يورو في كل موسم، زائد 20 مليون يورو عمولات لوكلاء اللاعبين. الصحيفه البرتغاليه لم تفصح عن النادي السعودي اللي قدم هذا العرض لكريستيانو رونالدو الحائز على جائزه افضل لاعب في العالم 5 مرات. رغم ان رغبه كريستيانو رونالدو الاساسيه هي المشاركه في دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، وده لاسباب كتير عشان الارقام القياسيه اللي هو داخل فيها دايما في تحدي مع نفسه، ده غير طبعا ان المشاركه في دوري ابطال اوروبا بتتيح لي راتب اكبر، الا اني اعتقد ان هو هيواصل مسيرته مع مانشستر يونايتد لان صعب مانشستر يونايتد انه يبيعه، ده غير كده كمان صعب ان النادي يقدر يتكفل براتب كريستيانو رونالدو. هي انديه معدوده اللي تقدر تدفع الفلوس اللي كريستيانو رونالدو عايزها، انديه زي مانشستر سيتي وتشيلسي وباريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان صعب ان هو يروحه في وجود ليونيل ميسي، مانشستر سيتي مستحيل يروحه ويسيب مانشستر يونايتد عشان العداء اللي ما بين الناديين، يبقى بس هو نادي تشيلسي اللي ممكن يخوض هذه المغامره، واعتقد ان الموضوع في النهايه هيلقي صعوبه. رونالدو هيفضل زعلان كده الفتره وفي النهايه هيرضى بالامر الواقع، هيكمل الموسم القادم باذن الله مع مانشستر يونايتد. طبعا دي توقعات ممكن تصيب وممكن تخيب. لو لسه ما عملتش سبسكرايب في القناه يا ريت تشرفني، وتعمل يا ريت تفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان تكون اول واحد يوصله دايما كل الجديد بتاعنا باذن الله. شكرا ليكم، سلام عليكم.